ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. الف الف شكر علي يا حبيبتي للبرنامج الجميل ده. تمر يا حبيبتي. الله يخليكي. ممكن حضرتك عايزه اعرف ايه هي الاسباب اللي بتسبب زياده اليوريك اسيد؟ وايه هي الممنوعات بقى؟ وخصوصا يعني انا باكل لحمه مثلا مرة مرتين في الشهر وباخد كمية صغيرة. أنا سن فوق 60 سنة. عندك اليوريك أسيد عالي؟ 10.4. عالي طبعا. هو يعني لما أوصل لدرجة إيه اللي هو بيسبب بقى اللي هو الغسيل الكلوي؟ لا بعيد الشرع، مش الغسيل الكلوي، مش للدرجة دي. إحنا عايزين نقول، أنت حضرتك بتاخدي أدوية علشان أو فوار علشان اليوريك أسيد؟ ابتديت اخد حبوب من التأمين الصحي. طيب وبتاخدي فوار؟ لا ما باخدش فوار. بتقدي وبتاخدي؟ طب عشان الادوية، طب انا هجاوب حضرتك، انت عايز تعرفي الاكل اللي غني باليوريك اسيد. عايز اعرف ايه هي الممنوعات وهي الاسباب اللي بتسببها. تمام. ممنوعات في الاكل بقى وفي كل حاجة يعني. طيب حاضر هنجاوب على حضرتك. بالنسبة لمرضى النقرس، عايزين نقول حاجة مهمة جدا، ان اليوريك اسيد غني جدا في اللحوم الحمراء وفي الكبده والكلاوي والاورجنز بتاعه الانيمالز كلها. الكبده والكلاوي واللحمه الحمراء من اغنى المصادر لليوريك اسيد. والحاجه الثانيه اللي هي الاسماك اللي احنا بنحبها وصحيه، بس للاسف هي اليوريك اسيد فيها عالي جدا، اللي هم الرنجه والسردين والسلمون، عن فيهم اليوريك اسيد عالي. مش الاسماك، عشان نفرق بس، عشان الناس تقول طب هو السمك كله؟ لا مش كل السمك، السمك اللي هو في المحيط، لكن سمك البحر لا، او سمك النهر لا. اسماك المحيطات اللي هي السلمون والسردين والرنجه والماكريل، الاسماك دي اللي هي الزيتيه دي اليوريك اسيد فيها عالي. في ناس تسال على البقوليات وخاصه الفول. الحقيقه البقوليات متصنفه مش في درجة اللحمة والقشريات، لا أقل منها. يعني لو هناكل الفول هناكله بس بكمية قليلة، علشان بس نعرف التقسيم ماشي ازاي. وكمان الحاجة اللي فيها غنية باليوريك أسيد وناس كتير قوي ما تعرفهاش، الشعير. فممكن ناس تشرب الشعير وفاكرة ان هو علاج لليوريك أسيد، الحقيقة لا، اليوريك أسيد فيه عالي. فدي ممكن الغلطات اللي بيقع فيها. أحسن حاجة ليهم شرب المية كتير قوي، عصير الليمون من الحاجات الكويسة جدا ليهم، الفاكهة الكريز من الحاجات اللي ثبت علميا انها كويسة او رغم انها موجودة كتير، لكن انا بقول لما تبقى موجودة تبقى كويسة. معانا اتصال.